الخير الغزالات، كديرين؟ لاباس عليكم؟ بخير، اموركم هانيه؟ الحمد لله. اليوم جيت نشارك معكم هذا النهايه ديال اليوم. كنتمنى من الله هادشي اللي غندير معكم اليوم يعجبكم وينال اعجابكم. راكم عارفين اول حاجه غنبداو بها هي العجينه. ضروري خصنا الخبز. المهم هنايا غادي نعجن الخبز. غادي درت هنايا جوج لافات ديال الدقيق الابيض يعني فورس، وجوج لافات ديال القمح يعني ديال الزرع، وواحد نص سلافه ديال الفينو. المهم انا غادي نسمو بزيت الزيتون، ندير فيه شويه زيت الزيتون صافي، وغادي ندير فيه الخميره والمليحه ونعجنو ونرجع معكم باش نشارك معكم النهايه ديال اليوم. دابا غنجبد معكم البيض باش نفطرو. المهم البيض كندير فيه الفرماج هاكا، المهم ها هو الفطور ديالي. راكم عارفين خبيز باريزيان ما حيت ما عنديش الخبز، البيض، فرماج، شويه التمر، الشوكولاته للدراري. المهم دابا انا غادي نفطر اتاي بالشيبه كيجي زوين. نفطر ونرجع معكم باش نكمل معكم النهايه ديالي. المهم هاي العجينه بعد ما سالينا الفطور ديالنا، الله يبارك لينا والله يأديمها نعمة علينا وعلى الجميع. المهم هاي العجينة خمرات، دابا غادي ندوز باش نكرصها ونديرها في اللاطة صافي. المهم أنا غادي نكرصها بالنخالة، هاهي هاد النخالة هادي نكرصها ونرجع معاكم. المهم درت فيها شوية زرعة الكتان، ضروري الواحد يدير زرعة الكتان، يدير النافع، يديرو في الخبز، راه مزيان يعني مفيد للجسم. دابا هاهي بقات لي خبزة هي لخرا. المهم هاهي هاهي غادي نلويها بحال هكا. مبغيتش نصور معاكم الخبز باش ميجينيش الفيديو طويل بزاف صافي. دابا غادي نكرصها. المهم هنايا هما درت هنايا ست الخبزات، بقات لي وحدة غادي نديرها في هاد اللاطة الصغيرة صافي، وغادي نخليه يخمر وندوزو باش نوجدو الغدا وانتوما معايا. المهم حنا دابا غندوز نصايب واحد الطاجين. المهم انا عندي هاد الحوت هذا سميتو القرب، هوايا غسلتو بالحامض. دابا غادي ندوز باش ندير العطريه هنايا باش نشرملو. وهنايا حكيت واحد المطيشه، جوج مطيشات، ودرت معاه واحد المعلقه ديال مطيشه الحك. المهم باش دير ليا داك اللونين الحميمر وصافي. هنايا شديت خيزو حتى هوايا هوايا، سلقتو نص سلقه باش نديرو معاهم. شفت كيبان الضو؟ شبان ليا الخميه هابطه بزاف. دابا غادي ندير العطريه، ندير واحد المعلقه ديال التحميره واحد نص معلقه ديال البزار. صافي معلقه ديال السكنجبير. يلا الخرقوم تلفت صافي. وغادي ندير شويه الكمون حيت انا الصراحه كانت عندي العطريه ديال الحوت تقادت ليا داكشي علاش صافي. وغادي ندير الملحه، معرفتش واش قويت الملحه واقيلا. انا عندي مشكله مع الملح، كندير لهم ملحه ناقصه كيبقاو يخاصموا عليا صافي. غادي ندير شويه الحامض، عصير، حيت طلع دايم. المهم هنايا انا راه شديت هنايا الربيع قطعته، هو القزبر، الثومه
يعني بيع القزبر والثوم. المهم ربيعنا فيه المعدنوس والقزبر بجوج صافي. غادي نشد الحوت وغادي نشرملو هنايا ونحطو في الطاجين وانا معاكم. صافي ها هو الحوت بعد ما شرملتو هنايا. المهم ديت الطاجين فوق البوطه غادي نمشي حتى هو ندير ليه العطريه ديالو. وهنايا ها هي بطاطا كما عارفين شعبي البطاطا وفليفله وفليفله حاره حتى هيايا. صافي ها نتوما معايا ملي غادي نمشي نستفاد شي فوق الطاجين. ها هي لاصوص ديالنا. المهم ها هي هنايا فوق الطاجين فوق الفران. المهم انا غندير لها العطريه ديالنا راكم عارفين بزار تحميره خرقوم. المهم حيت هذيك العطريه اللي غتشط ليه من الحوت ما غاديش تكفاني باش يجيني هذاك الشيء مشرمل مزيان. نخليها تطلع فيها شويه الغليه ونستف فيها البطاطا وخيزو داك الشيء عاد باش ندير الحوت من الفوق. وانتم معايا دابا غنديرو خيزو وغادي نديرو بطاطا عاد باش غنديرو الحوت هو الفوقاني حيت الحوت دغيا كيطيب. صافي دابا هي هاهي البطاطا استفناها صافي. هو طويجين بعد ما قديناه دابا غادي نشد هداك الصوص اللي بقى ليا من الحوت غادي نكبوه هكايا نمرق بيه صافي ونخليو الطواجين ديالنا يطيب. هذا هي الغديوة تاعنا تاع اليوم والخبز راه طاب. ايوا اللهم عديمها نعمة وتحرمها من الزهر. صافي دابا غادي نسكتو ليه طيب ونرجع معاكم باش نوريكم الشكل النهائي ديال الخبز ديال اليوم والطويجين. وانتوما معايا شلاضة خفيفة ظريفة. المهم هنايا خديت واحد شوية الروز سلقتو هنايا صافي. غادي نزيد معاه شوية الزبيب. هاد الشلاضة تكون حلوة. غادي نزيد معاه شوية الزبيب تفاح هاكا قطعته مربعات وهذا ياغورت بيرلي كريمي. صافي غادي نخلط هادشي كامل وندوزو باش نتغداو نشاركو معاكم الوجبة ديالنا. هذه هي ديك الروز مع التفاح والزبيب وداك بيرلي صافي. وهو الخبز ديالنا شوفوا تبارك الله كيفاش كيجي الخبز من الخلاله كيجي زوين ورطب. ايوا اللهم اديمها نعمه. نتغداو ان شاء الله وحنا معاكم. بعد ما تغدينا الحمد لله والشكر لله دابا غادي نمشيو غادي نتغداو شي حاجه. I'm going to show you.
المهم انا رجعت من المرجان صراحه، وغادي نشارك معكم هذاك الشيء اللي خديت. خديت هاد لا كريم باتيسيير غبره صراحه كنخدم به بزاف. المهم هادشي اللي خديت، خديت هاد الباكي ديال الشوكولا بغا ندير بها ان بلو تنشارك معكم، والخمارات الكاكاو وهاد العصير للدراري وهاد هاد التيبا هذا كلشي زوين ديرو ساندويشات للدراري بحال دابا العشية هكا ينتعشاو بيهم صافي. وخديت هاد الصابونة نيفيا كنغسل بيها دائما، راكم عارفين سينيال انا هذا هو الماكياج ديالي، هي هادي هذا هو الماكياج اللي كندير انا، ديما كندير انا هادي صراحة زوينة للبشرة وكلشي، شي تاع سنان سنيدة. مهم هادشي هذا ديال هذا ليكيد ديال اليدين والدقيق هو المهم. نتي كامل خديت واحد الخمسة ديال الدقيق 10 كيلو صراحة سهلة ليا، دايرين فيها بروموسيون، وهذا باش نمسحو به الارض. وصراحة غنشارك معكم هاد الهاشوار، هادي جابتها ليا واحد السيدة خديتها من عندها صراحة من شحال هادي، وانا باغا نشريها. كان عندي وحدة ولكن عندي ماشي ديال الضو، عندي غير عادية. ها هي بيتها، ايوا كنتمنى والله تكون خدامه مزيان اويل المهم يلا نخليكم دابا وبسلام عليكم. كنتمنى من هذا النهار اللي شاركت معكم ديال اليوم يعجبكم من الاعجابكم، ومهم وخليوا لي التعاليق ديالكم كي يعني كيفاش جاكم هذا النهار اللي دوزت معكم ديال اليوم. وبسلام عليكم، تلاقاو مرة أخرى في فيديو آخر. مع السلامة.